أول شيء أشكر الإضافة منك يا محمد ومن نادي الجزيرة، وبالعكس دائماً إحنا لازم نوفي للجمهور، وسواء هم موجودين خلف الشاشة ولا ويانا، إحنا لازم نقدم لهم الشيء اللي يليق فيهم. يعني مسلم يمكن بدايتي كانت في 2004 2005، أول بطولة لعبتها يمكن كأس رئيس الدولة ضد الوحدة، وكانت هني مشوار مسلم يمكن في الفريق الأول. أعتقد يمكن خاصة الناس يمكن كانوا يتكلمون عن هالمباراة، كانوا يتكلمون عن أول ظهور لمسلم. يمكن كيف أوصف لك، هي فرصة هي بطولة، في الأول والأخير أن جت البطولة يمكن في كأس رئيس الدولة. تعرف أنت أول فترة يمكن يوم تلعبها في الفريق الأول تكون صعبة لكل شخص، يمكن أول إنجاز في بدايتي. وكبطولات أتكلم عن مسلم حالياً مع آخر بطولة مع نادي الجزيرة حققت 16 بطولة. أذكر لك يمكن خذيت 4 دوري، 6 كاس رئيس الدولة، كاس الاتصالات، كاس الخليج العربي مع الجزيرة، وخذيتها مع العين. ويمكن وأذكر لك كان مسماها كاس الاتحاد، وكذا بطولة، وحققت الثاني في آسيا في 2006 2005. الناس ما شوف يمكن هم كانوا قريبين علينا الجمهور، وأعتقد يمكن نحن في البداية ما قدمنا المستوى، يمكن وايد أشياء نحن ما قدمناها في بداية الموسم، يمكن المستوى اللي طلعنا فيه ما يليق بنادي الجزيرة، وأنك أنت تخلي نادي الجزيرة بحجم نادي الجزيرة وأنه يكون في ترتيب 12 ولا أعتقد العاشر. تعودنا من نادي الجزيرة يمكن من 10 سنين من قبل ما أنا أي نادي الجزيرة، وأنا أعرف نادي الجزيرة أنه نادي كبير ودائما ينافس على البطولات، ودائما يعني شفنا قبل يمكن في الدوري 2011 2012 حقق ثنائية، وفي السنوات اللي طافت كان يحقق الخليجية ويحقق كأس رئيس الدولة. اليوم انت تتكلم عن السنة اللي طافت، يمكن احنا ما قدمنا المستوى المطلوب، يمكن الجماهير اكيد من حقها تزعل، لان انت يوم توصل نادي الجزيرة وفي الشارع الرياضي بشكل عام انك تتكلم عن نادي الجزيرة يكون ترتيبه 12 ولا العاشر، طبعا اكيد الناس ما بتقول لك انت وصلت الشيء يعني اللي يليق في نادي الجزيرة وبحجم نادي الجزيرة، خاصة ان الكل يعرف ان نادي الجزيرة نادي كبير. يمكن انا اقول لك اياها اذا بتكلم هالنقطة، يمكن ما اوصلك للشيء المطلوب، بس اللي اقدر اوصلك اياه ان يمكن من 3 سنين نفس ما قلت انت الفريق يعاني من ضعف دفاعي، فبالاسامي انا ما اقدر اتكلم عن الاسامي الموجوده، لان الاسامي ما شاء الله كلهم لعيبه منتخب، وما في واحد ما مثل المنتخب اليوم.
في المدافعين اللي موجودين حاليا. ف اعتقد ان يمكن في السنوات اللي طافت يمكن نقول ان عدم الانسجام تقريبا كانت يمكن في 2013 المنظومة تختلف، كل مدرب له عقلية. يمكن اليوم أقدر أقول لك أن إن شاء الله وبتشوفون دفاع الجزيرة بيتحسن. أنا ما أتكلم عن السنوات اللي طافت لأني إذا تكلمت يمكن ما عندي شيء أقوله، لأن هالشيء في أرقام وفي تواريخ هي اللي تحدد أن مثلاً الأهداف. وبالعكس يعني إحنا مش جالسين مثلاً، إحنا نفكر بالعكس أن في هالسنة أن قد ما نقدر أن نكون مع بعض وممكن نتفاهم أكثر، وإن شاء الله بتشوفون دفاع الجزيرة بشكل ثاني بالمنظومة، واللي بيكونون سواء الموجودين في الملعب واللي خارج الملعب الكل يكمل بعض، وإن شاء الله ما أقدر أوعدك لأن الوعد صعب، بس اللي أقول لك إياه إن شاء الله بإذن الله السنة بتشوفون دفاع الجزيرة غير، وإن شاء الله باللي يرضيكم يعني. والله شوف أنا أصيح لأني أنا انقهر، أنا بالعكس يعني خاصة أنت يوم تخسر، خاصة أنا أتكلم عن مش أتكلم عن 11 لاعب، أنا أتكلم عن منظومة خاصة في نادي الجزيرة، أتكلم عن تقريبا 30 لاعب، وأتكلم عن جماهير. إذا أنت تحزن تشوف غيرك يتحسف ويجيك من أبعد الأماكن، في نفس الوقت تشوفه يبكي، فأنت في الملعب ما تقدم المستوى مثلا يخسر الفريق أكيد بتكون مضايق، بتكون تقريبا مقهور، فدموع مسلم دائما تنزل في القهر وفي ما أحب الخسارة. والله إذا بتكلم عن ضياع بالعكس أكيد يعني ضياع هي بطولة، بس الشيء أن تعرف أنت تقريبا الموسم هذا نفس ما قلت أنا أقول لك إياه، يمكن إحنا كنا سيئين فالبطولة جت فوقتها، ضياعها مهند لاعب كبير يعني، وأنا ما أقدر أتكلم عنه لأن هاي في الأخير هي النتيجة جت لصالحنا وهذا المهم يعني. فأهم شيء نهاية البطولة، هذا أهم شيء. والله بالعكس الشباب مش مقصرين يعني، كابتن حسين السيد، كابتن أحمد سعيد متواجدين معانا، أعتقد اليوم أنتم تشوفون المعسكر تمارين الصبح العصر، يمكن مركزين وايد على الأشياء التكتيكية. أعتقد اليوم يمكن المعسكر يمكن تقدر تقول أن معسكر إن شاء الله كل شيء بيبين في الدوري، يكون معسكر ناجح. وبالعكس أنا أشوف أن الانسجام وروح اللعيبة مع بعض والقعدة وخاصة هاي أجواء المعسكرات. شيء ثاني أن يمكن اليوم إحنا الشيخ محمد الحمدان وقفته يمكن من أكثر إنسان يوقف مع اللعيبة، تواجده في التمارين، أعضاء مجلس الإدارة، بطي القبيسي، عايض، حمد الحر،
محمد عتيج الهاملي، مسعود اعتقد انهم متواجدين، واعضاء الاداره البقيه يمكن وقفتهم معاهم ومعانا يعني الواحد ما يقدر يشرحها، لان اذا بيست تكلم عنهم ما شاء الله عليهم متواجدين في التمارين، متواجدين ويانا خارجيا وداخليا، فاعتقد ان يعني الواحد لازم يشكرهم على وقفتهم ودعمهم للفريق وتواجدهم اول باول مع الفريق، خاصه هم كاعضاء مجلس اداره، واتمنى لهم التوفيق وان شاء الله دوم يكونوا معانا، وبحضور الشيخ محمد بن حمدان واعضاء الاداره يكونوا متواجدين معانا دوم، وهم دوم معانا، فان شاء الله نقدر نتوج لهم هالشيء يعني، وخاصه شيوخنا الشيخ منصور والشيخ حمدان بن زايد، نقدر نتوج لنا شيء يعني يليق لهم يعني بالنادي الجزيره ولهم هم. والله انا اتمنى بس شيء واحد اقوله، ان الجمهور الجزيره ان شاء الله السنه نقدر نفرحهم مثل ما فرحناهم يمكن في السنه اللي طافت في كاس رئيس الدوله، ان شاء الله السنه نفرحهم في الدوري وفي البطولات كاس رئيس الدوله، وان شاء الله نقدر نوصل المدى البعيد في اسيا وكاس الخليج العربي بعد، في الاربع بطولات ان شاء الله نقدر اوجه لهم هاي الرساله، ونقدر ان شاء الله نقدم لهم المستوى المطلوب ان شاء الله.